بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض في ماث 3112 كال بلس 2. احنا المحاضره اللي فاتت خلصنا لغايه اكزامبل 3، النهارده هناخد اكزامبل 4. اكزامبل 4 بيقول لنا ايه؟ عايزين نحسب التكامل ده اللي هو انتجريشن اكس على اكس تربيع زائد 4 تحت الجذر، كل ده اكس. هنا في خدعة بسيطة، الواحد لو بيقول طالما في جذر تربيعي واكس تربيعي زائد او اكس تربيعي ناقص او رقم ناقص اكس تربيع، بنروح على طول للتعويضات المثلثية على طول. بس هنا في نقطة، ليه؟ ان هنا الاكس دي بتعتبر تفاضل ما بداخل القوس او ما بداخل الجذر. هتقولي لا مش هي، لان عايزين 2 اكس، الاثنين ما جاتش على الاثنين، الاثنين كونستانت، فممكن اضرب هنا في 2 وهنا في 2، سهلة وتبقى العمليه بقت جميله جدا. يعني ممكن جدا او جاي ضارب هنا في 2 وهنا في 2، اصبح اليو ديت ده تفاضل. فهمت الفكره؟ او ممكن واحد يقول على طول انا هاخد اليو اهو، هاخد اليو بتساوي اكس تربيع زائد 4، هيبقى الدي يو 2 اكس. خلاص الدي يو 2 اكس، تمام، 2 اكس دي اكس. خلاص هقوم انا جاي ضارب هنا في 2 وقاسم على 2، يبقى 2 اكس دي اكس تبقى هي دي الديو. هيبقى في عندي نص بره اهي، ادي نص بره، وهيبقى عندي هنا دي يو، الدي يو اللي هي 2 اكس دي اكس، 2 اكس دي اكس، وتحت هنا جذر يو، جذر يو اللي هو لان خدت اليو مين؟ اكس تربيع زائد 4. جذر يو يعني يو اس نص. يو اس نص يعني ايه؟ يعني اقدر اطلعها فوق بيو اس ناقص نص. سهله جدا. يعني اجي كده عليها كده اهي، دي اخليها فوق هنا تبقى يو اس نص، واشيل دي خالص اهي، تبقى يو هنا اهي يو اس ناقص نص، وهنا دي يو. طب دلوقتي بقى بنزود الباور واحد ونقسم على الباور الجديد. شفتوا بقى سهله ازاي؟ النص ماليش دعوه بيها، هتبقى يو اس ناقص نص زائد واحد تبقى نص على نص، الاثنين تطلع فوق تروح مع الاثنين دي، او هنا في نص فوق ونص تحت راحوا مع بعض، وهنا طبعا زائد كونستنت. خلاص هيبقى هنا النص ده كده راح مع ده اهو، خلاص يبقى هنا كده خلاص يو اس نص. يعني ايه جذر يو؟ دي معناها جذر يو. طيب جذر يو مين هي اليو؟ اكس تربيع زائد 4، اكس تربيع زائد 4، وما احتجناش خالص الى الترجنومتريك سبستيوشن الثلاثه دول اللي احنا اتكلمنا عنهم في المحاضره اللي فاتت، وخلصت المساله على كده. ده اكزامبل 4. اكزامبل 5 نفس الفكره نعملها هنا، بس نمسح ده برضه عشان المنطقه دي نستفيد بيها برضه. يبقى احنا ايه؟ ماشي، يبقى كده احنا المنطقه دي نخش بقى على اكزامبل 5، برضه بسيط جدا. اكزامبل 5 مفيش فيه حاجه. يلا يبقى هنا اكزامبل 5، ونفس الفكره بسيطه قوي. يعني فهمنا احنا دلوقتي ازاي بنلجا للتريجنوميتريك سبستيوشنز، واحيانا زي ما شفتوا ما لجاناش، لجانا للتعويض العادي. يعني كل مساله وليها طبيعتها وافكر فيها. خلاص؟ طب اكزامبل 5 بيقول لنا ايه؟ اكزامبل 5 اهو، اكزامبل 5 عايزين نحسب التكامل ده، دي اكس على الجذر التربيعي لاكس تربيع ماشي ناقص اي تربيع. طب ده جاي على الصيغه دي بالظبط، اكس تربيع ناقص اي تربيع اهو، يبقى هناخد الاكس بالسك، اي سك، يبقى القانون جاي يعني جاي الصوره ايدنتيكال. يعني مش جاي مثلا اكس تربيع ناقص 4 او اكس تربيع ناقص 9 او اكس تربيع ناقص 25، لا، او حتى اكس تربيع ناقص 3، ممكن تبقى جذر 3 تربيع، جايبها لك عاديه خالص، وبس كاتب لك حاجه الاي اكبر من الزيرو، وكاتب هنا الاي، اكبر من الزيرو. طيب خلاص ده هو كده جاي لنا على الايه؟ زي ما بنقول جاي على الصوره التقليديه، يعني على الستاندرد فورم. فكونه جاي على الستاندرد فورم خلاص هشيل الاي الاكس واحط اي سيك سيتا، لان جاي على نفس الصوره اهي، اكس تربيع ناقص 4. يبقى هنعوض بالتعويض ده، الاكس بتساوي A سيك سيتا. طيب
لما اخد الاكس بتساوي اي 6 سيتا خلاص هيبقى الدي اكس باي دي سيتا او الدي اكس تفاضل ال 6 سيك تان هتبقى ايه سيك سيتا تان سيتا ماشي يبقى هنا الدي اكس باي 6 سيتا تان سيتا طب كويس قوي يلا بينا نروح للمساله يبقى دي هتساوي كام التكامل الدي اكس هشيل الدي اكس دي كلها اهو واحط اي 6 سيتا تان سيتا طبعا هنا في دي سيتا لان هنا دي اكس باي دي سيتا فعطينا الدي سيتا هنا هتبقى هنا اي سيك سيتا تان سيتا دي سيتا حلو تحت بقى هيبقى عندك تحت اكس تربيع اكس تربيع لما تربع دي هتبقى اي تربيع سيك تربيع سيتا اهو اكس تربيع هتربع دي الاي تو اي تربيع سيك تربيع سيتا ناقص اي تربيع لما هتاخد اي تربيع من المشترك هيبقى جاز الاي تربيع المفروض تطلع مودلس اي بس الاي موجبه يبقى هتطلع بايه؟ باي عادي يبقى اللي تحت هنا وهنا فوق في ايه؟ سك سيتا تان سيتا دي سيتا حلو قوي طب دلوقتي بقى خدنا الاي من تحت مشترك هتطلع بره الجذر بايه؟ عشان خدنا ايه تربيع وهيبقى سك تربيع ناقص واحد سك تربيع سيتا ناقص واحد واحنا خدنا قاعده مهمه جدا خدنا قاعدة إن واحد زائد تان تربيع من سيك تربيع نكتبها فوق هنا واحد زائد تان تربيع وكنا كاتبينها إحنا هنا أهو أهي واحد زائد تان تربيع الواحد ده أهو واحد زائد تان تربيع من سيك تربيع أهي نكتبها هنا برضه تاني أحسن واحد زائد تان تربيع سيتا بتساوي سيك تربيع سيتا حلو أوي طب أنا عندي سيك تربيع ماينس 1 يعني ال 1 ده جه ناحيتي يبقى سيك تربيع ناقص واحد تبقى هي تان تربيع يبقى سيك تربيع ناقص واحد دي كلها دي تحت الجذر ما ننساش يبقى دي كلها هتتشال برضو اهي هتتشال دي كلها وتبقى تان تربيع اهي دي كلها تبقى تان تربيع تان تربيع سيتا حلو واحنا عشان شغالين السيك ماينس 1 دي كلها الانفرس هتبقى في المنطقه دي تان موجبه فالتان موجبة يبقى ما اخدش مودلس هاخدها تان على طول تان تربيع تطلع على طول اهي هتبقى تحت الجذر التربيعي تطلع مش مودلس تان بقى تطلع بتان على طول خلاص هيبقى هنا دي فيها تان ماشي اللي هي السكة تربيع ناقص واحد تبقى تان على طول ادي هنا تان اهي تان سيتا حلو الاي تروح مع الاي والتكامل اهو ماشي والتان ديت هتروح مع التان دي التان اللي هنا دي اهي هتروح مع التاني اصبح تكامل اهو اصبح هيبقى هو تكامل مين السك اهو هيبقى تكامل سك سيتا دي سيتا واحنا خدنا قاعده تكامل السك بلين سك زائد تان تكامل السك بلين سك زائد تان خلاص شوف بقت سهله ازاي بقت جميله جدا 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 بتساوي لين اهي لين مودولس سك سيتا زائد تان سيتا زائد كونستنت حلو قوي طيب تعالوا نشوف مع بعض احنا قايلين هنا السيك بكام؟ باكس على ايه؟ ما دي معناها كده السيك سيتا باكس على ايه؟ ده السيك معناها الكوساين بايه على اكس؟ هنقوم جاي راسم المثلث بتاعي اهو اهو ادي زاويه سيتا خلاص الكوساين تبقى ايه على اكس؟ الكوساين يبقى هنا ايه؟ اهي وهنا اكس لان الكوساين عكس مين؟ السك ما انت عندك السك باكس على ايه؟ يبقى معناها ان الكوساين سيتا بايه؟ على اكس الكوساين يبقى الكوساين ادجيسنت على هايبوتنيوز يبقى ايه على اكس؟ يلا خلاص؟ طب يبقى الضلع ده يجي ازاي؟ انا هنا عندي اربع ده واربع ده واطرح يبقى دوت الضلع ده اللي هو اللي هنا ده هيبقى الجذر التربيعي الضلع ده هيبقى الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص A تربيع خلاص تمام كده تمام يبقى احنا دلوقتي عندنا كل حاجة في المثلث ساين كوساين تان طب عندي السك انا عايز السك طب ما السك موجود الإكس على إيه خلاص والتان موجودة ده على ده التان ده على ده يبقى خلاص يبقى بتساوي اهي لين
مودولس السيك اكس اللي هي السيك اكس على ايه؟ ادي اكس على ايه؟ ماشي؟ زائد التان، التان الاوبوزيت اللي هو الجذر على الايه برضه؟ الاوبوزيت على الادجيسنت، المقابل على المجاور، هيبقى جذر اكس تربيع ناقص ايه تربيع على الايه. هنا في ايه وهنا في ايه؟ خلاص طبعا ده كل ده زائد كونستنت. يبقى هتساوي اهي ال A لوحدها تحت اهي، وهيبقى هنا عندك اكس زائد الجذر اكس تربيع زائد ناقص ايه تربيع، اكس تربيع ناقص ايه تربيع بس. خلاص وهنا في ايه؟ لين. احنا خدنا لين حاجه على حاجه، لين اللي فوق ناقصين اللي تحت، وهنا زائد كونستنت، يعني عمليه بسيطه جدا. احنا خدنا اللين قاعده، خدناها لين ايه على بي تبقى لين ايه ناقص لين بي. فاكرين القاعده دي؟ نكتبها لين ايه على بي بتساوي لين اللي فوق ناقص لين اللي تحت. ماشي، لين ايه على بي، خلي بالكم لين ايه على بي تبقى لين اللي فوق ناقص لين اللي تحت، خدناها زمان في البري كالكس. فانت دوت الايه ده البي، ده اللي فوق، يبقى لين اللي فوق ناقص لين اللي تحت. خلاص هتبقى لين اللي فوق هتساوي لين ماشي الاكس زائد الجذر اكس تربيع ناقص ايه تربيع ناقص لين الايه زائد سي. طب ما لين الايه ثابت، الايه قايل لك في المساله ان هو ثابت 5 6 7، طب ما والسي ثابت، يبقى كل دول تضمهم في ثابت جديد. هضم كل دول في ثابت جديد اهو، يبقى كل دول هضمهم في ثابت جديد، كل دول اهو، يبقى هنا زائد ثابت جديد سي داش، ويبقى كده خلصنا المساله. مساله سهله وبسيطه جدا. خلاص كده احنا عملنا اكزامبل 5، نخش على اكزامبل 6. وزي ما انتم شايفين موضوع سهل جدا 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 وبسيط قوي قوي قوي. ماشي يا ابطال، موضوع لذيذ وسهل جدا جدا جدا. يلا عايزين بقى نخش على اكزامبل 6 و7، ويبقى خلصنا هذا السكشن الظريف جدا جدا جدا. يبقى خلصنا 7.3. موضوع زي ما انتم شايفين جميل وسهل قوي قوي قوي. مفيش فيه ادنى صعوبة خالص. وتفكير بسيط ومهاراتك العادية في الكالكولس العادي مفيش فيها ادنى ايه؟ مشكلة خالص. يلا تعالوا نشوف مع بعض الاكزامبل اللي بعده. اكزامبل بقى 6. يبقى فضل اكزامبل 6 و7، وبرضه لازم تمشوا بالراحة عشان العملية عايزة هدوء. يعني لو هتمشي بسرعة هتتلخبط. عايزه هدوء عشان تطلع معاك المسائل مظبوطه وكل حاجه تمام. يلا نشوف بقى اكزامبل 6 بيقول ايه. اكزامبل 6 وبعد كده اكزامبل 7. اكزامبل 6 بيقول لنا كده التكامل، بص التكامل من زيرو انتجريشن اهو، من زيرو الى 3 جذر 3، 3 جذر 3 على 2. هنا اكس تكعيب على 4 اكس تربيع زائد 9، الكل اس 3 على 2. كلمه على 2 معناها جذر، يبقى لازم هبص على دول. واللي فوق ده مش تفاضل اللي جوه، لان التفاضل اللي جوه 8 اكس، حتى ما فيش هنا اكس، دي اكس تكعيب. فيبقى هنلجا للايه؟ الترجنوميتريك سبستيوشن. المساله كانت رقم 4 فاكرينها؟ كان هنا في اكس وهنا في اكس تربيع. فما لجاناش للترجنوميتريك سبستيوشن، ليه؟ لان البص تفاضل المقام، يعني نقدر نخليه تفاضل المقام لو ضربنا في ثابت. لكن هنا لا، البص عمره ما هيبقى تفاضل المقام، تفاضل 8 اكس دي اكس تكعيب، فمش هنقدر. يبقى مفيش مفر، هنروح لمين؟ للترجنوميتريك سبستيوشن. طب ده حاجه تربيع زائد رقم 9 اهو، ايه تربيع ده اكس تربيع، يبقى في التان، يبقى هنستخدم التان. بس هنا دي مش اكس، دي 2 اكس تربيع، يبقى هقول 2 اكس بتساوي 3 تان. خلي بالكم هنا دي عباره عن 2 اكس كل تربيع، فهاخد 2 اكس بقى. شوفوا الفكره، 2 اكس
بتساوي الجذر بتاع دي 3، يبقى 3 تان سيتا. شفت الحركه دي؟ عشان دي مش اكس، هنا فيها رقم، فاخد الجذر التربيعي بتاعه يبقى 2، يبقى باخد 2 اكس كلها بتساوي 3 تان. احنا هنا كنا بناخد الاكس بتساوي ايه تان، بس دي مش اكس بقى، لما تبقى 4 اكس يبقى 2 اكس تساوي. يبقى لو كانت دي اكس تربيع بس مفيش الا 4، كنت اقول اكس تساوي 3 تان. طب ما طب افرض دي 5 اكس تربيع، يبقى جذر 5 اكس تساوي 3 تان. لو كانت دي 16 يبقى 4 اكس تساوي 3 تان. لو دي 25 تبقى 5 اكس تساوي 3 تان، 3 عشان دي 9. خلاص؟ وضحت الفكره؟ يبقى هنا المطب دي ان دي 4 اكس مش اكس، خلاص؟ فاقول 2 اكس تساوي، خلاص؟ يبقى معنى كده دي بقى ممكن ان الاكس بتساوي 2 على 3، ممكن ابص لها كده ان الاكس بتساوي الاكس دي بتساوي 3 على 2 ولا ايه؟ 3 على 2 تان سيتا. واقدر هنا اجيب الدي ايه؟ الدي اكس باي دي سيتا. هتبقى الدي هنا طبعا ما ننساش هنا في دي اكس طبعا، اهي هنا في دي اكس مساله. طيب يبقى الدي اكس بقى تيجي على طول، اهي ادي الدي اكس 3 على 2 تفاضل التان سيك تربيع سيتا دي سيتا. حلو قوي. خلاص؟ طيب جميل جدا جدا جدا. طيب دلوقتي بقى بالراحه كده عشان نعرف هنمشي ازاي. عايزين نجيب الحدود الجديده بقى بالمره. حدود السيتا بكام؟ طيب لو اكس بزيرو، هحط اكس بزيرو يبقى هنا زيرو، هتساوي 3 تان سيتا. او هنا احط اكس بزيرو يبقى التان بزيرو، يبقى اكس يبقى سيتا بزيرو. هيبقى الحدود الجديده اهي زيرو برضه. طب حط الاكس بكام؟ 3 جذر 3 على 2، يبقى هتحط هنا الاكس اهي 2 جذر 3 جذر 3 على 2 هتساوي 3 تان سيتا. طب هنا الثلاثة تروح مع الثلاثة والاثنين تروح مع اثنين، بقت تان سيتا بجذر ثلاثة. شوف كل اللي راح مع بعضه طيره عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. اللي راح مع بعضه طيره، يلا. الثلاثة دي اهي راحت مع الثلاثة، والاثنين دي راحت مع الاثنين. ايه الزاوية اللي التان بتاعها جذر ثلاثة؟ اعملها بالكالكوليتور، شيفت تان جذر ثلاثة تطلع لك 60، يعني باي على 3. يبقى سيتا باي على 3، يبقى هنا بقى باي على 3 اهي. باي على 3 يعني 60، اعملها بالكالكوليتر. شيفت تان جذر 3 بالكالكوليتر. شيفت تان جذر 3 تطلع 60 على طول. خلاص؟ يبقى السيتا ب 60 يعني باي على 3 اهي. دي الحدود الجديدة بعد الايه؟ التعويض اللي احنا عملناه. بعد التعويض اللي احنا ايه؟ عملناه. حلو جدا جدا جدا. طيب دلوقتي بقى بعد ما احنا عملنا التعويضات دي يلا نعوض. اكس تكعيب، طب فين الاكس؟ ادي الاكس اهي، كعب كل ده. هتبقى 3 تكعيب 27، الاثنين تكعيب 8، الثاني تكعيب. يبقى كل اللي فوق اهو هتبقى 27 على 8 تان تكعيب سيتا، ده اللي فوق. طب دي اكس. ادي اكس اهي 3 على 2 سيك تربيع. اهي 3 على 2 سيك تربيع سيتا، ادي دي اكس دي سيتا. دي سيتا مسألة حلوة بس امشي بالراحة فيها. طب 4 اكس تربيع، 4 اكس تربيع اللي هو ربع ده يعني. هتبقى 3 تبقى 9، ما هو 2 اكس ربعها تبقى 4 اكس تربيع. هتبقى 9 تان تربيع. هيبقى هنا 9 تان تربيع سيتا. طب هنا زائد 9. حلو، وكل ده اس 3 على 2. جميل قوي قوي قوي. التسعه دي والتسعه دي يطلعوا 9، بس التسعه اللي طالعه تبقى اس كام؟ 3 على 2. يبقى هيطلعوا مع بعض بقى هنا الحته الخطيره عشان الارقام تطلع مظبوطه. ماشي، عشان واحنا بنشوف في التصحيح يا جماعه بنلاقي اخطاء في الحاجات دي. يبقى التسعه دي اهي، التسعه دي والتسعه دي طالعين بره، بس هنا مكان دي هيبقى واحد. والتسعة اللي بره دي هتبقى واخدة نفس الأس 3 على 2. طب تان تربيع زائد واحد هتبقى سيك تربيع. واحد زائد تان تربيع خدناها اهي مكتوبة لسه ما اتمسحتش. واحد اهي، واحد اهي اكتبها لكم حتى واحد واضحة. واحد اهي زائد تان تربيع بسيك تربيع. يبقى اللي جوه دي كلها واحد زائد تان تربيع، نشيلها كده مع بعض. واحد زائد
تم تربيع بسك تربيع اهي بسك تربيع اهي دي كده تطلع سك تربيع سيتا التربيع دي تروح مع اللي دي مع الاثنين اللي تحت يبقى الاثنين دي كده تروح مع الاثنين دي يبقى يقص 3 يبقى دي سكتك عيب كلها تبقى دي سكتك عيب بس سكتك عيب حلو طب وانت عندك فوق سك تربيع يبقى يتبقى سك واحده تحت يبقى هنا دي كلها راحت اهي ويتبقى عندي واحده تحت ويتبقى عندي ايه واحده تحت ماشي خلاص ويتبقى عندي واحده تحت حلو طب هنا عندي 3 على 2 طيب وهنا بقى بصوا التسعه دي 3 اس 2 التسعه دي 3 اس 2 اهي 3 اس 2 الاثنين دي تروح مع الاثنين دي هتبقى 3 اس كام هتبقى دي 3 اس 3 تبقى 27 حلو جدا بقت هنا دي 27 كلها طب نتفق مع بعض ال 27 دي 8 وال 2 16 وال 27 دي تروح مع ال 27 دي يتبقى بصوا ال 27 دي فوق تروح مع اللي فوق و 2 في 8 16 يبقى في عندي 16 تحت ال 8 في 2 و 3 فوق يبقى 3 على 16 يبقى الارقام كلها كل الارقام خلصنا منها كل الارقام خلصت منها يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل يبقى هنا الارقام دي ال 27 راحت مع ال 27 و2 في 8 في 16 تحت 16 اهي والثلاثه دي موجوده خلاص هي 3 على 16 حلو قوي وهنا فوق تم تربيع مفيش بقى ارقام حلو الكلام السك مقلوب القصي يعني السك دي تطلع فوق بقصي اهي هتطلع هنا بقصي اهي وتنزل وتطلع من تحت بقى تتشال من تحت حلو قوي بص بقى كلام الجميل قوي طب التان تكعيب التان هي ساين على كوساين يبقى ساين تكعيب على كوساين تكعيب اهي تبقى ساين تكعيب على كوساين تكعيب حلو ادي ساين تكعيب سيتا على كوساين تكعيب سيتا جميل جدا 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 حلو الكلام طيب تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده حلو الكلام تان تكعيب على سيتا حلو دلوقتي بقى نبص كده ايه اللي هيحصل ساين تكعيب على كوساين تكعيب طب ما هنا في كوساين يبقى كوساين واحده من دول اهي كوساين من دول اهي هتروح ويبقى هنا تربيع اهي وهنا تربيع حلو قوي هقوم جاي عامل حركه ظريفه جدا الساين دي تكعيب هخليها ساين تربيع اهي وهنا في ساين كمان يبقى ساين تكعيب جميل جدا 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 الساين تربيع هي واحد ناقص كوساين تربيع يبقى الخطوة اللي تليها هشيل القاعدة المعروفة اهي هنكتبها هنا القاعدة المعروفة ان ساين تربيع سيتا زائد كوساين تربيع سيتا بتساوي واحد فلو قلنا الساين تربيع هي واحد ناقص كوساين تربيع فهقوم جاي مغير دي بقى بايه؟ اهو كده واحد ناقص كوساين تربيع واحد ناقص كوساين تربيع سيتا حلو قوي شيل اليو بقى اليو سميها لي كوساين هيبقى واحد ناقص يو تربيع على يو اه كده شفت بقى جميله ازاي هاخد اليو بقى اليو اهي اليو هسميها ايه يا جماعه ها كوساين سيتا طب يبقى الدي يو تفاضل الكوساين بناقص ساين ناقص ساين سيتا دي سيتا حلو قوي يبقى هنا ناقص ساين سيتا طب انا ما عنديش هنا ناقص سهل قوي ممكن اقوم جاي ضارب هنا في ناقص واضرب هنا في ناقص بس هضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص جميل جدا هيبقى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الناقص ساين سيتا دي سيتا تبقى دي يو هتقول لي طب ما احنا كده هنغير حدود الاتجاه بحاول لك سهل انا هرجعها تاني سيتا هتبقى هنا دي اصبحت دي يو اهي هرجع تاني في الاخر خالص اليو بكوساين سيتا فما تقلقش وهنا الناقص دي هتبقى دي ناقص ودي زائد خلاص
هتبقى دي ناقص ودي زائد، يبقى هنا اصبحت دي ناقص اهي ودي زائد، بقت هنا ناقص واحد زائد كوساين. خلاص؟ حلو جدا جدا جدا. كوساين تربيع على كوساين تربيع بواحد، وهنا ناقص واحد على كوساين تربيع. الكوساين بقى اللي هي اليو، ما احنا قلنا دي يو يا جماعه، هتبقى هنا واحد اللي هو ده، ده على ده بواحد. وهنا ناقص واحد على يو، ناقص واحد على يو تربيع. ما هو ده يو، ما هو ده اصلا يو، ده كده يو تربيع اهو. يو تربيع، هنعملها بالراحه عشان تتفهم، مش عايزين سرعه، اتفقنا. هنا يو تربيع. يو هنا يو تربيع، اهي. احنا خدنا اليو كوساين. اليو كوساين، يبقى هي دي يو تربيع، حلو. وزع ناقص واحد على يو تربيع، اهي ناقص واحد على يو تربيع. وهنا يو تربيع على يو تربيع يعني واحد. ودي معناها ايه؟ معناها يو اس ناقص اثنين، اهي يو اس ناقص اثنين، وكل ده دي يو بس. وخلي هنا 3 على 16، وهنا من 0 لكام؟ لباي على 3 خلاف الاخر. نكمل بعد كده نرجع للايه؟ تكامل واحد دي يو تبقى يو. هنا يو اس ناقص اثنين هتبقى يو اس ناقص واحد. يو اس ناقص واحد على ناقص واحد، الناقص ناقص هتبقى زائد. خلاص؟ يعني بقت واحد على يو، لان يو اس ناقص واحد، يبقى واحد على يو، خلاص حلو قوي، واحد على يو. يبقى هنا واحد على يو. جميل، ارجع بقى دلوقتي شيل اليو وحط ايه؟ كوساين. يبقى هنا كوساين سيتا زائد واحد على كوساين سيتا، اهي. هتبقى كوساين سيتا اهي. كوساين سيتا، وهنا واحد على كوساين يعني سكت، بس سيبها واحد على كوساين. جميل قوي، واحد على كوساين سيتا. خلاص؟ وما تنساش بره في 3 على 16. 3 على 16. حط حدود التكامل بقى، لان انت رجعت للسيتا. الحدود بقت كام؟ من 0 اهي لباي على 3. حلو قوي. هيبقى 3 على 16 اهي. حط الحدود. اللي فوق كوساين 60، كوساين 60 بنص، زائد واحد على نص يعني 2، ناقص اللي تحت كوساين 0 1، زائد واحد على كوساين 0 يعني واحد على واحد بس، دول واحد ونص. مظبوط كده؟ دول واحد ونص، دول قصدي دول 2، دول ناقص اتنين، دول واحد واحد اتنين، يروحوا مع الاتنين دي، يبقى الاتنين دي راحت مع دول، يتبقى جوه مين؟ نص، نص في 3 على 16 تبقى 3 على 32، اهي 3 على 16 اهي، ما تنساهاش بره موجوده، هتتضرب في النص، يبقى 3 في 1 ب 3 و2 في 16 ب 32، بس تبقى 3 على 32، معلش هي مساله يعني طويله شويه، بس يعني ايه امشي فيها بالراحه. اعمل بالظبط زي ما انت تلعب جيم مع فرقه تقيله، ما هتخش فيهم هجوم جامد هيجي لك فيك ثلاث تجوان في اول ماتش على طول، وصلى الله وبارك، فبتخش هادي، المساله جامده او طويله، خش فيها بالراحه، امشي فيها بالراحه، هتخش فيها جامد هتتزحلق وتقع وتتكسر وهتبقى ايه مش حلو. ماشي يا ابطال، زي ما تخش كده في فرقه جامده وتخش تهي، هوبا يوم جاي داخل فيك هجمه مرتده ويجي فيك جون حلو. ماشي؟ هنيجي بعد كده في المساله الرقم 7، المساله رقم 7 جميلة جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. قبل ما اخش فيها افكركم بسرعة اللي هو طريقة اكمال المربع. ازاي بنعمل اكمال مربع؟ بسرعة هفكرك بيها قبل ما اخش في المسألة دي عشان تتدرب عليها كويس. ازاي بتعمل اكمال المربع؟ لأن المسألة تعتمد على فكرة اكمال المربع، فلازم افكركم بيها الأول. ماشي يا ابطال؟ اوكي اوكي. هفكرك باكمال المربع قبل ما اخش في الاكزامبل، بس هكتبه قدامك عشان تعرف ازاي انا لازم افكرك باكمال المربع، طريقه اكمال المربع مهمه قوي، كومبليتنج سكوير ميثود. خدتوها في المتوسط وخدتوها في البري كالكولس، بس نفكركم بيها بسرعه. ماشي؟ المساله اهي. عايزين اكزامبل 7 اهو. اكزامبل 7 بيقول لي كده، عايزين نحسب التكامل ده. انتجريشن اكزامبل 7 اكس تكامل اهو، تكامل انتجريشن اكس
على الجذر، عشان هنا في عندي جذر اهو، هنا عندي 3 ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع. طب افكركم بسرعه باكمال المربع كده مع بعض، التكتكس بتاعه بيمشي ازاي، بس بسرعه في 3 دقايق. لا مثلا اما اقول لك مثلا يعني اكس تربيع ناقص مثلا 10 اكس زائد مثلا 7، ازاي اعملها؟ ازاي اعملها اكمال المربع؟ اول خطوه يا جماعه باخد الاثنين دول مع بعض، ماشي الاثنين دول، فقوم جاي عامل براكت وعليه باور 2. بفكركم باكمال المربع. براكت عليه باور 2، بتاخد هنا اكس، الاشاره دي ناقص تنزل. اقسم ال 10 على 2 تبقى 5، وحط بره قوس ناقص، والسبعه دي اكتبها بعيد خالص، ماشي. امسك الخمسه دي ربعها، تبقى 25، حطها لي هنا. هيبقى ناقص 25 و7 تبقى ناقص 18. يبقى ده اكمال مربع اكس ناقص 5 الكل تربيع، وهنا 25 بالناقص، دايما دالت الناقص. خلاص مثلا مساله في امتحان اكس تربيع زائد 6 اكس مثلا هنا زائد 1، ازاي اعملها اكمال مربع؟ باخد الاثنين دول اعمل براكت وعليه باور 2، والزائد 1 بكتبه بعيد خالص، واحط هنا لازم ناقص، ماشي. الاكس تربيع تبقى اكس، الستة تبقى 3، تقسمها على 2 تبقى 3، الإشارة دي بتنزل. يعني بصوا الإشارة هنا الناقص دي بتنزل أهي. ربع الثلاثة تبقى كام؟ 9. هيبقى ناقص 9 و1 يبقى ناقص 8 أهي. وهنا إكس زائد 3 أهي تربيع ناقص 8. شفتوا بقت سهلة إزاي؟ وهكذا وهكذا. خلاص؟ طيب مسألة زي اللي هو مديها لنا بقى، إزاي أعمل لها؟ إزاي نعمل لها برضو إيه؟ الطريقه بتاعت اكمال مربع. يلا ناخدها بره وعشان نحطها على طول. يلا هناخدها بره ونعملها. هنعمل لها اكمال مربع هتلاقيها سهله جدا جدا جدا. خلاص؟ يلا. احنا اتدربنا اهو على اكمال مربع. انا عندي هنا 3 ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع. طب كل دول فيهم ناقص، سيبك منهم بقى، حط ناقص بره واشتغل. دول كلهم خد الناقص بره، هنا في ناقص وهنا في ناقص، وهيبقى عندك هنا اكس تربيع اهي زائد 2 اكس. خلاص؟ طب قلنا هناخد دايما الاثنين دول. حلو، هتبقى هتاخد هنا اكس زائد 1 زي ما اتفقنا، وسيبك من دي. وهنا مفيش هنا ارقام خلاص، وهنا بنحط ناقص. هربع الواحد يبقى 1 تربيع. حلو، دخل بقى ناقص عليهم، هتبقى 3 ناقص القوس تربيع ناقص وناقص هتبقى زائد 1. التلاتة والواحد يبقوا 4، وهنا اكس زائد 1 ما تجيش جنب، بقت 4 ناقص اكس زائد 1 الكل تربيع. هروح بقى للمسألة، هيبقى التكامل أهو، اكس على الجذر التربيع 4 ناقص اكس زائد 1 الكل تربيع، وهنا دي اكس. طب انا دلوقتي اول مره اصطدم بايه؟ بحاجه بالمنظر ده، طب هنعملها ازاي؟ لا ما فيهاش حاجه خالص، ليه ما فيهاش حاجه؟ بصوا معايا. انا هنا دلوقتي بقى هبتدي اخد بالي. انا هنا مش عندي اكس تربيع، طب خلاص هسمي دي يو كلها. يعني هسمي كل دي يو. كلها كده هسميها يو عشان ما تلخفنيش كلها. يبقى هاخد الاكس زائد 1 هسميها يو، يو بتساوي اكس زائد 1. طيب يبقى دي يو تربيع، جميل قوي. بص كده معايا بقت 4 ناقص يو تربيع اهي، ايه تربيع ناقص يو تربيع، ايه تربيع ناقص اكس تربيع اهي. طب انت خدت دي يو، يبقى دي يو هي دي اكس، لان دي اكس بواحد، يبقى الدي يو هي الدي اكس، يعني اقدر اشيل الدي اكس واحط دي يو، ادي واحده. طب ديت اكس، الاكس هي يو ناقص واحد. يو ناقص واحد، هتشوف التكامل بقى جميل ازاي؟ حلو جدا جدا جدا. طيب دلوقتي بقى هنروح للتعويض، انت عندك 4 ناقص يو تربيع تحت الجذر، اهي دي تحت الجذر. يبقى هنا 4 يعني 2، يعني اكس بيساوي 2 ساين. يبقى هبتدي بقى اخد الاكس او هنا اليو بقى
اليو اليو اللي هي دي اليو خلاص بتساوي ايه؟ الاي اللي هو الايه؟ 2 اللي هو الجذر دي تبقى 2 ساين سيتا. طب حلو قوي. طب يبقى الديو هتبقى 2 تفاضل ساين كوساين سيتا، يبقى الديو دلوقتي هتتشال، يلا هنشيل الديو تبقى 2 كوساين سيتا اهي، هتبقى 2 كوساين سيتا دي سيتا طبعا ما ننساش هنا بتبقى فيها دي سيتا. طيب حلو قوي. يو ناقص واحد، مين هي اليو؟ مين هي اليو؟ اهي اليو 2 ساين سيتا، يبقى هنا 2 ساين سيتا ناقص واحد 2 ساين سيتا اهي 2 ساين سيتا ناقص واحد. 4 ناقص يو تربيع، اليو تربيع 4 ساين سيتا تربيع، 4 ساين تربيع سيتا، هاخد الأربعة مشترك تطلع باتنين يبقى 1 ناقص ساين تربيع، الأربعة والأربعة هيطلعوا بره باتنين ويبقى هنا في 1 ما تنساش، والأربعة طلعت باتنين، 1 ناقص ساين تربيع حفظناها بقى، 1 ناقص ساين تربيع ها 1 ناقص ساين تربيع كوساين تربيع، هيبقى دي هتطلع بكوساين تربيع اهي، دي هتطلع بكوساين تربيع ماشي، وكوساين تربيع هنا موجب عشان الساين ماينس 1 بتخلي المنطقه اللي فيها الكوساين هنا ايه؟ موجبه خلاص؟ تبقى هنا كوساين موجبه، يبقى هنا هقوم جاي ايه؟ مطلع دي بكوساين فقط مش مودلس، الكوساين دي موجوده اهي خلاص؟ ما ننساش ان كل ده مضروب في 2 كوساين، هتروح الكوساين مع الكوساين بس، وهتروح الاثنين دي مع الاثنين دي، يا سلام بقت المساله جميله خالص، راح ده كله اهو مع ده كله اهو، بقى عندك تكامل 2 ساين سيتا ناقص 1، هيبقى التكامل 2 ساين، تكامل الساين بناقص كوساين، تكامل الساين بناقص كوساين، والناقص 1 دي سيتا يعني ناقص سيتا زائد كونستانت. طب 2 كوساين سيتا سهله بقى خلاص، ليه؟ انت عندك المثلث اهو، هتروح ترسم المثلث ده، من المثلث ده نقدر نرسمه، ليه؟ لأن ساين سيتا أهي بيو على 2 بتديك ساين سيتا، ارسم المثلث أهو آدي السيتا، الساين المقابل على الوتر، المقابل يبقى يو والوتر 2 يبقى دوت 4 ناقص يو تربيع، 4 ناقص يو تربيع اللي هو نفس المقدار ده، لأن اليو تربيع بكام؟ اليو تربيع هو اكس زائد 1 لكل تربيع. طب الكوساين سيتا انا عايز الكوساين، الكوساين دوت على ده خلاص، كوساين السيتا هيبقى الكوساين سيتا اهو، يبقى هنا يبقى ناقص 2 كوساين سيتا، الكوساين تبقى 4 ناقص يو تربيع، اليو اللي هو مين قلنا؟ اكس زائد 1 تربيع صح، وتحت الجذر اللي هم دول اصلا هيطلعوا هم دول خلاص لو فكيتها بالراحه، دوت على 2 اهو على 2 ناقص السيتا، مين هي السيتا؟ ساين ماينس 1 يو على 2، ساين ماينس 1 يو على 2، مين هي اليو؟ اكس زائد 1، وكل ده زائد الكونستانت، ادي زائد الكونستانت، خلاص تاني كوساين السيتا، السيتا اهي، الساين سيتا يو على 2، الساين الساين يو على 2، هربع ده وربع ده واطرح، هيبقى 4 ناقص يو تربيع، ما تنساش اليو اكس زائد 1 لكل تربيع. ولو فكيت دول ترجع لك دي هي هي خلاص، لو فكيتها ترجع لك هي هي اهي، هيجي لك هنا 4 ناقص فك ديت اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1، 4 ناقص 1 3 ناقص اكس تربيع ناقص 2 اكس هي هي صح، بس هنا بقى الناقص الاثنين ديت هتروح مع الاثنين دي بس خلاص، الخطوه الاخيره بقى هشيل اليو واحط اكس زائد 1 بس خلاص، واحط اكس زائد 1 واحنا كده خلصنا، يبقى ده ناتج التكامل اهو بيساوي ناقص، حط لك الناقص هنا اهي، ويبقى بيساوي ناقص ده ناقص ده زائد ده، ويبقى احنا كده في هذه الحاله ولله الحمد خلاص. عايز بقى ترجع دي لاصلها والمقدار ده هي هي خلاص، يبقى احنا كده خلصنا سيكشن 7.3 اوكي، يبقى ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا بقى فين؟ في 7.4 اوكي باذن الله تعالى، موضوع سهل وجميل، اي حاجه واقفه معاكم
قولوا لي نشوفها على طول. اوكي، الله يعطيكم العافيه.